تبدو الحياة طبيعية في هذه القرية الروسية الصغيرة سوسنوفي بور التي تطل على خليج فنلندا وتبعد 50 ميلا عن سان بيترسبورغ تضم أكبر منشأة للتخلص من النفايات النووية في العالم بالإضافة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية تنتشر في هذه القرية أبراج لقياس كمية الإشعاعات الناتجة عن الأنشطة النووية وترتبط بمركز للمتابعة نحن هنا لا نوجه أو نؤثر على عمل المفاعل نحن نتابع التأثيرات والعواقب التي يتركها على الوسط المحيط كارثة تشيرنوبل أثرت بشكل كبير على تجهيز وعمل المفاعلات النووية ونظام أسكرو تم تجهيزه واعتماده كمتطلبات ضرورية لجميع المحطات النووية في جميع أنحاء العالم هذه القرية أشبه بالمعمل النووي الأمر الذي يحول دون الدخول إليها بغير تصريح رسمي وسط تساؤلات عن انطباعات سكانها حول الأنشطة النووية فيها وعي الناس في بلدنا تغير بعد حادثة تشيرنوبيل عام 1986 حينها حصلنا على رد فعل سلبي حول الطاقة الكهربائية المنتجة في المحطات النووية مرت أعوام كثيرة حتى استطاع الناس تقبل المعلومات ومتابعة الأحداث في العالم وتغيير أفكارهم عن الطاقة النووية ضمن سعيها لتغيير الصورة الذهنية عن الأنشطة النووية نظمت هيئة الطاقة الذرية في روسيا مسابقة لصيد السمك في محيط محطة الطاقة النووية استمرنا في البحر لمدة 4 ساعات والحمد لله والبحر كان كويس وما فيش أي مضرة ولا في أي مشاكل طبعا دخلنا المسابقة اللي هي الدولية على طبعة المشروع بتاع الطاقة النووية واصطدنا في نفس المية اللي هي موجودة فيها وكمية السمك اللي طلعناها سمك حي وسمك مضبوط 100% عموما يشكل تقبل السكان أحد التحديات التي تواجه الدول عند دراسة بناء محطات الطاقة النووية الاهتمام الدولي المتنامي ببناء محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية قد يهدف بشكل أساسي لتنويع مصادر طاقة المستقبل إلا أن الدول التي تتبنى هذا الخيار مطالبة بوزن فوائد محطات الطاقة النووية وكلفتها المتنازع عليها أجهزة قياس كمية الإشعاعات النووية التابعة للمحطة أظهرت أن الأسماك لم تتأثر بأي إشعاعات وهي صالحة للأكل فهل من الممكن أن تقبل عزيزي المشاهد دعوة عشاء تضم مائدتها هذه الأسماك؟ عقيل بو 50 العربية سوسنوفي بور